السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا من جديد في كورس سي ام اي بارت 1. مكملين مع بعض إن شاء الله في بارت الكوستنج، وصلنا لآخر يونت في الكوستنج وهي الأوبريشنال إفشنسي، وتعلمنا إزاي من المحاضرتين اللي فاتوا إن الأوبريشنال إفشنسي دي معناها إن حضرتك تبدأ تفهم الأوبريشن حواليك ماشية إزاي في الشركة، وتقدر تشارك مع الناس اللي شغاله معاك في الاوبريشن دي سواء السبلاي تشين او الانفنتوري مانجمنت او البرودكشن، بحيث ان انت تقدر توصل بالاوبريشن الى اعلى مرحله من الافشنسي. وجي دورنا النهارده ان احنا ناخد توبيك جديد من التوبكس اللي موجوده في اليونت ديت، وهو اسمه ثيوري اوف كونسترين او نظريه العقبات او العوائق او القيود اللي بتحصل في العمليه الانتاجيه. الموضوع ده ظريف قوي وسهل، بيتكلم مسلي شويه، حتى بيتكلم عن ايه؟ عن ان انت حضرتك لو عندك عمليه انتاجيه بتتكون من مراحل انتاجيه معينه، يعني مجموعه ماكينات مرصوصه جنب بعض، كل مرحله انتاجيه منهم او كل ماكينه من الماكينات ديت بتقدم دور معين في المنتج اللي بننتجه، وفجاه يحصل عندك ضغط كبير في الطلب على المنتج بتاعك في السوق، فتبدأ تضغط العملية الانتاجية بتاعتك، فتظهر لك مرحلة من المراحل الانتاجية دي فيها قصور شوية او فيها تأخير. يبقى اذن المرحلة الانتاجية دي بقت عاملة زي عنق الزجاجة، bottleneck operation. تلاقي كل المراحل الانتاجية اللي قبلها ضغط عليها جامد ومكومة الworking process او الويب قبليها، والمراحل الانتاجية اللي بعدها قاعدة مستنية وعطلانة مستنية تخلص. النهاردة هنتعلم ان شاء الله في الحتة دي ازاي نتعامل مع الكونسترين ديت او العقبة ديت اللي اتحطت في وسط العملية الانتاجية او مع عنق الزجاجة ده، عشان نقدر نوظفه باحسن شكل على الشورت ران ونلاقي له حلول على الميديم ران واللونج ران. تعالوا بينا كده ما نسبقش الاحداث ونشوف مع بعض ايه هي الثيوري اوف كونسترين ديت. اهو بيقول لك ثيوري اوف كونسترين اند ثرو بوت كوستنج. خلينا بس الاول نفهم يعني ايه ثيوري اوف كونسترين، وبعد شوية هنيجي للقصة بتاعت الثرو بوت كوستنج. اوفر فيو، اهو بيقول لك ايه The theory of constraint اللي هيرمز لها برامز TOC is a system to improve human thinking about problem. ده نظام هيطور الفكر البشري شوية بخصوص التعامل مع المشاكل، واللي هنعرفه كمان شوية ان موضوع theory of constraint دوت ما نشأش اصلا علشان المحاسبة والتكاليف والكلام ده، ده كان اصلا معمول علشان حاجات تانية في البشرية غير موضوع الحسابات. فبيقولك اهو it has been greatly extended، امتد بشدة علشان يشمل عملية الايه المانيفاكتشرينج اوبريشن. معنى كده ان هو اصلا ما كانش ليه علاقة بالمانيفاكتشرينج اوبريشن. تعال نشوف بيقولك اهو the basic premise of theory of constraint، الهدف الرئيسي او الافتراض الرئيسي من عملية theory of constraint is applied to business. As applied to business ايه بقى هو لما عملناه على البيزنس؟ قالك is that improving any process، لو عايز تحسن اي عملية انتاجية فده بس تضن يتعمل كويس جدا. ازاي بقى؟ not by trying to maximize efficiency in every part of the process، مش بانك تروح تماكسمايز الافشنسي الكفاءة بتاعت كل بارت في البروسيس، لا، امال ايه؟ by ايه؟ but by focusing on the ايه slowest part، الجزء الابطأ of the process. يعني بالبلدي كده عايز يقول لك لو انت عندك طريق، الطريق دوت بيتكون من اربع حارات مثلا كده بتمشي فيهم العربيات جنب بعض، ويجي في حته معينه وتلاقيه بيضيق يبقى حارتين بس، فتلاقي في الراش اور او في ساعه الذروه لما بيكون في زحمه كتير على الطريق كله كابس على الحارتين دول والطريق قبلهم واقف كتير قوي متكون، صح؟ فانت دلوقتي لو عايز تطور الطريق ده ما تروحش تحسن الاربع حارات دول تخليهم سته، لا، روح اشتغل على ابطا جزء فيهم اللي هم الحارتين اللي ماشيين جنب بعض في العربيات. فهمت الفكره بتاعته عامله ازاي؟ عشان كده بيقول لك هنا اهو the slowest part، الجزء الابطا of the process هنسميه ايه بقى؟ الكونسترينت او الايه؟ العقبه او القيد اللي محطوط عليك. عشان كده هو بيقول لك constraints، العقبه دي او القيد ده بيعمل ايه؟ ها كوز ان هيتسبب في باك اب. باك اب يعني ايه؟ تراكم. الباك اب ان ذا بروسيس، هيحصل تراكم في البروسيس بيكوز اذر بروسيس نيد تو ويت، بقيه المراحل الانتاجيه اللي قبله واللي بعده نيد تو ويت، هيفضلوا قاعدين مستنيين فور ذا كونسترينت تو فينش بيفور ذا نيكست بروسيس كان بي كومبليتد، هيفضلوا مستنيين لحد ما البروسيس دي اللي فيها السلوست او الابطا لحد ما تخلص عشان الباقيين يبداوا يشتغلوا. اتفقنا؟ بيقول لك اهو increasing the efficiency of a process، لو عايز تحسن الافشنسي في اي process that are not constrained، وهي مش constrained اصلا ولا كانك عملت حاجه، create a backup in the system، هتزود الباكب اللي في السيستم. يعني لو حضرتك رحت تحسن الاربع حارات اللي في الطريق خليتهم سته، فانت كل اللي انت عملته ان انت زودت الموضوع اسوأ شويه لانك كترت الضغط على المكان اللي فيه حارتين بس. فهمنا القصه ماشيه ازاي؟
طيب خلي بالك موضوع الثيوري اوف كوليسترين ده قبل ما اخش فيه تفصيل، هو اصلا كان بدايته في الحروب القديمه، او النظريه دي كانت بتطبق في الحرب. كان دايما يقول لك ان الحرب او الكتيبه او فرقه الجيش بتمشي بسرعه ابطا جزء فيها. فايه ابطا جزء فيها؟ هيبدا يقول لك ان ابطا جزء فيها عباره عن ايه؟ مثلا ممكن يقول لك المشاه، العساكر اللي ماشيه على رجلها، دول ابطا جزء فين؟ في الكتيبه او في الفرقه ديت وهي ماشيه، فكان لازم نرتبط كلنا بالسرعه بتاعتهم. او مثلا يبدا يقول لك ان بعد ما حللنا مشكله المشاه وعملنا لهم سلاح اسمه المركبات وبداوا يركبوا في عربيات والعربيات تنقلهم، انتقلت المشكله للجزء الابطا اللي بعده اللي هو المدفعيه، المدفعيه وهي بتمشي بطيء. فهمت الفكره عامله ازاي؟ يبقى الموضوع اصلا من البدايه كان بيتطور علشان يحارب حاجات في الانسانيه موجوده او يحل مشاكل في الانسانيه، واحنا اخيرا طورناه ودخلناه فين؟ في البيزنس. تعال نشوف بقى الستبس اللي موجوده في الثيوري اوف كونسترين، الخطوات بتاعتها. The steps in theory of constraint analysis are the following. بص بقى فيه. They are described more detailed under item 2 through 6. يعني الكلام ده لسه هنشتغل فيه in details، يعني لما اقول لك كل خطوه من دول لسه انا هبدا بص هقول هشرح ستيب 1 تاني اهو. تعال نشوف اول ستيب، identify the constraint. اول حاجه تعملها ان حضرتك تعرف المشكله فين، انهي عمليه انتاجيه او انهي مرحله انتاجيه او انهي جزء من الالات والمعدات هو اللي فيه المشكله. طيب بعد ما عرفت المشكله ابدا اعمل ايه؟ قال لك determine the most profitable product mix given the constraint. الحته دي مهمه قوي بقى. ليه؟ يعني ايه determine the most profitable product mix؟ ايه هو البرودكت ميكس؟ برودكت ميكس هو خليط او مزيج من المنتجات. بمعنى ايه؟ ان حضرتك دلوقتي بتنتج اربع منتجات، بتنتج مثلا قلم جاف وقلم رصاص ومسطره واستيكه، هم اربع منتجات ظريفه. ايه اكتر منتج فيهم بيكسب؟ وتبدا تعمل ميكس، تقول القلم الجاف اكتر حاجه بيكسب، انا هاخد القلم الجاف اخلصه لانتاجه الاول لانه اكتر حاجه بتكسب، وبعدين اخد القلم الرصاص، وبعدين البرايه، وهسيب الاستيكه في الاخر. فهمت؟ فانت كده بتكون ميكس من المنتجات بحيث يكون ده ايه؟ ها ذا موست بروفيتبل برودكت ميكس جوه الايه؟ الكونسترين ديت. طيب هندرسها بالتفصيل كمان شويه. ايه تاني؟ ماكسمايز ذا فلو ثرو ذا كونسترين، يعني تعظم تدفق العمليه الانتاجيه داخل المرحله الانتاجيه اللي فيها المشكله دي. يعني مش تبقى هي المرحله الانتاجيه ديت اللي فيها مشكله واللي بطيئه وكمان تبقى فاضيه ومش شغاله، لا ما ينفعش، لازم دايما اشغلها وتكون دايما شغاله على طول. الخطوه الرابعه increase capacity and constraint، تبدا بقى تشوف لها حل، تشوف الماكينه او المرحله الانتاجيه دي مشكلتها ايه وترفع الكباستي بتاعتها علشان تخلص منها. ولكن ده حل بنسميه على الايه؟ ميديوم ران او على الشورت ران. تعال بقى شوف في حل اخير على اللونج ران، ريديزاين ذا مانيفاكتشرنج بروسيس، تمسك المانيفاكتشرنج بروسيس عمليه التصنيع بتاعتك وتهدها وتبنيها من الاول بشكل منظم اكتر، بشكل فيه تكنولوجيا اعلى. اهو بص بيقول لك ريديزاين ذا مانيفاكتشرنج بروسيس، تعمل لها اعاده تصميم عشان يبقى فيه جريتر فلكسبيليتي اند سبيد، يكون فيه سرعه ومرونه اكتر. اتفقنا؟ دول الخمس خطوات اللي هنتعامل فيهم ان شاء الله في القصه بتاعت الثيوري اوف كونسترين. تعالوا ندخل في كل واحده فيهم بالتفصيل. ادي ستيب 1 بيقول لك ايه في ستيب 1؟ identify the constraint، تعرف ايه هي المشكله. طبعا هي بتبقى باينه وواضحه جدا للناس اللي بتتابع العمليه الانتاجيه، وهو ان حضرتك مثلا هتبدا تشوف تكلم مدير الانتاج، ليه ما حققناش الطاقه الانتاجيه اللي مطلوبه مننا؟ ليه ما نفذناش الطلبيات في ميعادها؟ يبدا يقول لك عندي مشكله في المرحله الانتاجيه ديت ان هي بطيئه جدا. ليه يا عم؟ قال لك بص الشغل بيتكوم قبلها قد ايه ويقعد الناس اللي بعدها مستنيينها لما تخلص، يبقى انت كده حسيت بيها بالسنس بتاعك. ازاي؟ قال لك اهو ذا بوتليك اوبريشن، شفت سماها ايه بقى؟ عنق الزجاجه. العمليه الانتاجيه اللي احنا بنسميها بوتليك او عنق الزجاجه دي كان يوجوالي بي ايدنتيفايد از ذا وان، نحددها وهي ايه بقى؟ ذا وان وير وركينج بروسيس باك اب ذا موست. يبقى هي العمليه الانتاجيه اللي فيها الويب او الانتاج تحت التشغيل بيتراكم بشده، يبقى انت كده عرفت العمليه اللي فيها بوتل نيك ببساطه. طيب ده انت كده عرفتها بطريقه الايه؟ الحس المرهف بتاعك كده، ان انت راجل ليك عين خبيره وخدت بالك من العمليه الانتاجيه ديت. ولكن لو عايز تمشيها نظري، قال لك a more sophisticated approach، في ابروتش او في اسلوب معقد شويه، is to analyze available resource، تبدا تشوف ايه الافيلبل ريسورس اللي عندك، عندك عمال قد ايه، عندك موظفين قد ايه، عندك مخزون قد ايه، عندك ساعات عماله متاحه قد ايه، الكلام ده كله تجمعه اسمه الافيلبل ريسورس اهو، اللي هو نمبر اوف سكيل، نمبر اند سكيل ليفل اوف امبلوي، عدد ومهاره الموظفين اللي عندك، انفنتوري ليفل، عندك مخزون قد ايه،
تايم سبنت ان اذر بروسيس اوف ذا بروسيس، والوقت اللي متوزع على بقيه المراحل الثانيه. انت كده بتعمل اناليسز للريسورس اللي عندك، وبعدين اند ديتيرمين ويتش فيز، وتبدا تحدد انهي مرحله انتاجيه هذا نيجاتيف سلاك تايم، انهي مرحله انتاجيه الوقت بتاعها بالماينس. يعني ايه بالماينس؟ يعني بتاخد الوقت اللي المفروض تنجزه وتقعد تعطل فيه لغايه لما تبقى داون وورد. عشان كده بيقول لك ايه، اي ذا فيز ويزاوت انف ريسورس تو كيب اب ويز انبوت، ما عندهاش انف ريسورس، ما عندهاش وقت كافي، ما عندهاش عمال كافيين، ما عندهاش موظفين كافيين، ما عندهاش مخزون كافي، وبالتالي ويزاوت انف ريسورس تو كيب اب ويز انبوت، عشان تبقى ايه متناسقه مع بقيه الانبوتس اللي داخله لها والخارجه لك منها. عشان كده بيقول لك ده اسلوب معقد شويه، ولكن انت لو عايز تعرف الكونسترين ببساطه اهو، هي العمليه الانتاجيه اللي فيها الوركينج بروسيس باك اب ذا موست، اللي بيتراكم فيها الايه انتاج تحت التشغيل. طيب عرفنا العمليه الانتاجيه خلاص، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده هو ستيب 2، بيقول لك ايه؟ determine the most profitable product mix given the constraint. يعني ايه الكلام ده؟ عايز اقدر اوصل لاكتر profitable product mix جوه العقبه بتاعتي دي، او جوه العمليه الانتاجيه البطيئه دي. بيقول لك اهو a basic concept a basic principle of theory of constraint analysis is that a short term profit maximization short term profit maximization require maximizing the contribution margin through the constraint. تعال بس نشوف الكلام ده ايه. بيقول لك مبدا رئيسي من ضمن مبادئ اللي هتتعامل فيها مع الكونسترين او مع البوتل نيك اوبريشن دي، هو ان حضرتك تعظم الكونتريبيوشن مارجن ثرو ذا كونسترين. طب ايه الكونتريبيوشن مارجن ده يا جماعه؟ تفتكروا احنا اخذنا الكونتريبيوشن مارجن ده اتكلمنا عنه قبل كده، وهو كان عباره عن ايه لو تفتكروا؟ عباره عن السيلز او سعر البيع ناقص الايه؟ الفاريبل كوست، اللي هي كانت دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، فاريبل اوفرهيد، صح؟ فكان بيطلع لك حاجه اسمها ايه؟ كونتريبيوشن مارجن. كونتريبيوشن مارجن ده حضرتك هتساهم فيه في تغطيه الايه؟ الفيكسد كوست، مش كده؟ طيب دلوقتي حضرتك انا عايز اكبر الكونتريبيوشن مارجن بتاعي ده، طب اكبر الكونتريبيوشن مارجن جوه الكونسترين او جوه العقبه الانتاجيه دي، اعملها ازاي دي؟ قال لك اشغلها دايما في المنتجات اللي بيحققوا اعلى ربح. عشان كده اهو بص سماها ايه؟ كولد زي ثروبوت مارجن. يعني ايه بقى ثروبوت؟ ثروبوت يعني انتاجيه، يعني الانتاجيه اللي خارجه من الايه؟ من المكن ده. فعشان كده قال لك كولد ذا ثروبوت مارجن اور ثروبوت كونتريبيوشن او هامش الانتاجيه. يبقى بالتالي لما اجي اتكلم دلوقتي عن ان انا عايز اعظم الربحيه بتاعتي باكتر برودكت ميكس، خليط من المنتجات بيخرج من الماكينه ديت، يبقى هيسميه ايه؟ ثروبوت مارجن او ثروبوت كونتريبيوشن. عشان كده هو بيقول لك this short term focus may be contrasted with long term focus. طبعا انت دلوقتي بتلاقي لي حل على الشورت ران، فعشان كده بتقول لك this short term focus term، الموضوع ده بيفوكس على الشورت ران بس، وبالتالي contrasted متناقض مع مين؟ مع اللونج تيرم فوكس. المفروض انت تلاقي حل لونج تيرم اكتر، وهو ان انت تشيل الماكينه دي ترميها وتجيب واحده ثانيه بتشتغل بالتكنولوجيا يعني. عشان كده اهو with contrasted with long term focus of a activity based cost. It consider all cost as a basis for strategic pricing and profit planning. يعني بياخد في اعتباره كل الكوست، عشان الراجل ده بيفكر في الايه؟ strategic pricing and profit planning. تعال نشوف هيعملوها ازاي. To make the most profitable use of bottleneck operation، عشان تطلع احسن استعمال يعلي الربحيه معاك في البوتلنيك اوبريشن دي، مانجرز المديرين may need to produce the product with the highest throughput margin per unit. يبقى اذا المدير دلوقتي هيبقى مركز تماما انه يستعمل الماكينه البطيئه دي في ان هو يخلص من اكتر منتجات بتكسب الاول. اهو بيقول لك هيعمل ايه الراجل ده؟ produce the product with the highest throughput margin per unit، اعلى منتجات هتحقق له throughput margin per unit. وخلي بالك not the highest contribution margin per unit. الله، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مش عايز ال highest contribution margin per unit؟ امال عايز ايه؟ قالك عايز throughput margin per unit. طب ما تيجي الاول تعرفنا ايه هو throughput margin ده، علشان احنا لحد دلوقتي ما نعرفش الا contribution margin بس. فجي قال لك throughput margin او throughput costing، ان انت تعمل costing بطريقه الانتاجيه، ساعات بيسموها sometime called ايه؟ super variable costing. ايه super variable costing؟ احنا ما نعرفش الا الابسوربشن كوستنج والفاريبل كوستنج. طلع لك حاجه جديده اسمها ايه؟ super variable costing.
تعال اشرح لك يعني ايه سوبر فاريبل كوستنج. مبدئيا كده حضرتك تعرف فاريبل كوستنج معناها ان حضرتك بتستعمل الدايركت ليبر والدايركت ماتيريال والفاريبل اوفر هيد بس، فدول كده اسمهم الثلاثه دول ايه؟ فاريبل كوست، ودول اللي احنا كنا بنستعملهم في القصه بتاعت الفاريبل كوستنج. طيب انا هاجي اقول لك بقى انا عايز من الثلاثه دول، هما الثلاثه دول فاريبل اه، ولكن انا عايز منهم اللي سوبر فاريبل، اللي هو متغير متغير جامد قوي يعني سوبر فاريبل. فهيجي يقول لك الدايركت ماتيريال هي اكتر حاجه سوبر فاريبل. ليه بقى؟ لان هو بيبقى شايف ان الدايركت ليبر ممكن تبقى فيكسد على الشورت ران. بمعنى ايه؟ ان انت ممكن تكون مثلا ماضي عقد مع العماله ان هم ياخدوا مرتبهم في نهايه كل شهر وما لهمش دعوه بالانتاج، وبالتالي بقت فيكسد، صح؟ ان جزء كبير من الفاريبل اوفر هيد ممكن يبقى فيكسد على الشورت ران او فيكسد خلال الشهر اللي انت فيه، انما الحاجه الوحيده اللي سوبر فاريبل هي مين؟ الدايركت ماتيريال. فعشان كده بيقول لك انا هريكوجنايز او هعترف اونلي بالدايركت ماتيريال كوست از بينج ايه؟ خدت بالك من دي؟ ترولي فاريبل، هي فاريبل حقيقه and thus relevant to the calculation of throughput margin. يبقى انا كده وكاني هاجي اعمل الانكم ستيتمنت هقول سيلز برايس ناقص الماتيريال كوست بس، ايوه ناقص الماتيريال كوست بس، فيطلع لك حاجه اسمها ايه؟ ثروبوت مارجن. ليه بقى؟ لان هو بيقول لك all other manufacturing cost، الحاجات التانيه في المانيفاكتشرنج اللي هي الدايركت ليبر والاوفر هيد ار ignored، هنتجاهلها because they are considered ايه؟ fixed in the short run، لان هي تعتبر fixed فين؟ في الشورت ران. even direct labor is considered a fixed cost، حتى الدايركت ليبر هيعتبرها fixed cost. ليه بقى؟ which makes sense، بتبقى ايه باينه كده ان هي considering that many companies، شركات كتيره have a union contract، عامله عقود مع اتحادات العمال or policies او عندها سياسات معينه that involve employing laborers ان الموظفين اللي متعينين or at least paying them، بيدفعوا لهم even when no work is available، بيدفعوا لهم فلوس حتى لو مفيش work available، لانه عامل عقد مع الموظف، وبالتالي الراجل ده مش هيركز الا مع مين؟ الا مع الماتيريال كوست بس. عشان كده الايكويشن بتاعتنا اهي throughput margin بتساوي sales ناقص direct material. نوت خلي بالك، نوت مهمة فور اكسترنال ريبورتنج بيربوس، لو حضرتك شغال اكسترنال ريبورتنج بيربوس كل الكلام ده ملوش لازمة. انت فور اكسترنال ريبورتنج هتشتغل ايه؟ ابزوربشن كوستنج ماست بي يوزد، واحنا عارفين المعلومة دي من الأول لما كنا بناخد الفاريبل كوستنج والابزوربشن كوستنج، اتفقنا؟ الابزوربشن كوستنج هي الوحيدة المسموح بيها اندر اكسترنال ريبورتنج اندر جاب، وهي اللي هي هتاخد معاك الدايركت ماتيريال، دايركت ليبر، variable overhead و fixed overhead معاك كمان، اتفقنا؟ therefore وبالتالي an adjusting entry، لو حضرتك اشتغلت بطريقة throughput margin لازم تعمل adjusting entry او قيود تسويات، will be required to restate، عشان تعمل restate او تعيد تقييم الانفنتوري accounts for external reporting purpose. وبالتالي عشان كده بنقول لك لو هتشتغل ثروبوت مارجن اشتغلها بره السيستم بتاعك على اكسل منفصل على سب سيستم لوحده، ولكن ما تشتغلهاش على السيستم الرئيسي اللي هيتم منه استخراج القوائم الماليه. تعال ناخد مثال على السوبر فاريبل والفاريبل والابزوربشن. بيقول لك اهو during its first month of business، في اول شهر ليها في البيزنس، a firm produced 100 units and sold 80، انتجنا 100 وبعنا 80 while incurring the following cost، وصرفنا الكوست دي. دايركت ماتيريال 1000، وبالتالي لو حضرتك شغال مانيفاكتشرنج كوست سوبر فاريبل كوستنج يبقى هتاخد معاك ال 1000، كلام جميل. بعد كده عندك دايركت ليبر 2000، فاريبل اوفر هيد 1500، يبقى كده 1000 ماتيريال 2000 هنا و1000 ونص فاريبل اوفر هيد، يبقى 4500. حضرتك هتستعمل ال 4500 لو انت شغال فاريبل كوستنج، اتفقنا؟ طيب بعد كده ادي فيكسد اوفر هيد اهو، نوصل ل 7500، يبقى بالتالي حضرتك لو شغال فول ابزوربشن كوستنج هتاخد معاك ال 7500 كبرودكت كوست. شفت الدنيا متقسمه ازاي؟ طيب تعالى بينا نكمل كده ونشوف الداتا بتاعتنا بتقول ايه. The different costing method can result in drastically different cost per unit. طبعا لو حضرتك استعملت different costing method، ايه different costing method دي؟ اللي هي super variable او variable او observation، لو استعملت كل طريقه منهم هيؤدي الى unit cost مختلفه تماما عن الباقيين، which can affect the value of ending inventory. طبعا انت لما تكلف اليونت بطريقه معينه وتتبقى عدد من اليونتس في الاندنج انفنتوري، فاكيد الفاليو بتاعت الاندنج انفنتوري هتتاثر. تعال نشوف ازاي. احنا اتفقنا ان احنا الكوست عندنا اهو، لو هنستعمل سوبر فاريبل كوستنج يبقى 1000،
لو هنستعمل variable costing يبقى 4500، لو هنستعمل absorption costing يبقى 7500، وان احنا انتجنا 100 يونت وبعنا منهم 80. تعال نكلف كده ونشوف كوست بير يونت. لو حضرتك شغال absorption costing فانت هتاخد ال 7500 كلهم على ال 100 يونت، بقت الكوست بير يونت 75. اما لو شغال variable costing هتاخد ال 4500 بس على ال 100 يونت، يبقى حضرتك الكوست بير يونت 45. اما لو شغال سوبر فاريبل كوستنج هتاخد 1000 دولار بس على ال 100 يونت، تطلع الكوست بير يونت 10. شفت الدنيا اختلفت ازاي من طريقه للتانيه للتالته؟ طب تعالى نشوف تاثير ده على الاندنج انفنتوري. اندنج انفنتوري احنا متفقين ان احنا بتبقى عندنا هو 20 يونت من الاندنج انفنتوري. تعالى كده نجربها في 75 مره اندر ابسوربشن، يطلع قيمه الاندنج انفنتوري كام؟ 1500. نجربها كده اندر فاريبل، يطلع قيمه الانفنتوري كام؟ 900. نجربها اندر سوبر فاريبل، يطلع قيمه الاندنج انفنتوري كام؟ 200. خدت بالك الفرق كبير ازاي في الكوست بير يونت؟ تعال نشوف الراجل ده بيقول ايه. نوت ذات، خلي بالك، because the throughput costing capitalize so few cost as product cost. الراجل بتاع throughput costing بيكابتل شويه كوست صغيرين قوي، few cost as a product cost اللي هي ال 10 دولار بير يونت، وبالتالي ending inventory اللي هي ال 200 دي and cost of goods sold are lower than، قليله under variable cost، قليله lower than ما هي موجوده under variable costing and much lower than، واقل بكتير ما هي موجوده under ايه؟ absorption costing. طيب كلام جميل. Blue is a comparison of calculation of operating income under two of the method. تحت اهو هعمل لك comparison وانا بحسب ال operating income تحت طريقتين اللي هم ال variable costing وال super variable costing. Ending inventory and the cost of goods sold are lower than under variable costing and much lower than under absorption costing. متفقين على النقطة دي؟ أنا بس بأكد عليه. طيب الراجل اهو بعد ما جه قال لك تحت ان هو هيعمل لك كومباريزون للكالكوليشن ما بين الاوبريتنج انكم، احنا محتاجين شويه معطيات زياده او جيفنز زياده. فقال لك the units were sold at a price of 100 دولار each، يعني كل يونت هتتباع ب 100 دولار. The company incurred 200 of variable selling administrative and 600 for fixed selling and administrative expense. ادى لك الراجل اهو سعر البيع 100 دولار، وعندك هنا 200 دولار variable selling administrative و 600 دولار fixed selling administrative. تعال بقى نشوف التأثير هيبقى عامل ازاي. بص ادي طريقة الفاريبل كوستنج، احنا طبعا بايعين 80 يونت في 100 يونت بير يونت، يبقى 8000 السيلز اهي، ادي السيلز 8000. beginning inventory مفيش. variable manufacturing cost ال 4500، يبقى ال available for sale 4500. هطرح مخزون اخر المدة عشان اوصل للكوست اوف جود سولد بتاعتي، اهو مخزون اخر المدة 900 اهو under variable costing اهي، وبالتالي ال variable cost of goods sold طلعت 3600. اشيل انا السيلنج الفاريبل سيلنج والاستريتيف، اوصل للكونتريبيوشن مارجن 4200 اللي هو هامش المساهمه اللي هيساهم في تغطيه الحاجات الفيكسد. فروحت نازل لك اهو تحت بالفيكسد اوفر هيد والفيكسد سيلنج والاستريتيف عشان اطلع اوبريتنج انكم 600. خلي بالك احنا درسنا القصه دي كويس في العمليه بتاعت الايه؟ الفاريبل كوستنج، لما كنا بنقارن ما بين الفاريبل والابسوربيشن، وقلنا ان حضرتك بتاخد سعر البيع ناقص كل الكوست الفاريبل فيطلع لك حاجه اسمها ايه؟ كونتريبيوشن مارجن. تعالى بينا بقى ننقل على السوبر فاريبل كوستنج، ودي بقى مش هتاخد معاها في الكوست اوف جود سولد الا الدايركت ماتيريال بس. بص بقى ادي السيلز زي ما هي، هي 8000، بعد كده بيجيننج انفنتوري مفيش، هاخد بس معايا الدايركت ماتيريال كوست از سوبر فاريبل كوست اللي هي 1000 دولار. يبقى الافولابل عندي 1000، ابدا اطرح الاندنج انفنتوري اللي انا كنت مطلعه فوق اهو، ليس اندنج انفنتوري 200، يطلع لك سوبر فاريبل كوست اوف جود سولد كام؟ 800. طيب 800 ناقص 8000 يبقى ثروبوت مارجن 7200. هاخد انا بقى ثروبوت مارجن ده واشوفه هيغطي معايا كل الكلام اللي جاي ده ولا لا. هبدا بقى اطرح الدايركت ليبر كلها از بيريود كوست، الفاريبل اوفر هيد كله از بيريود كوست، والفاريبل سيلنج واسيرتيف از بيريود كوست، والفيكسد اوفر هيد، وكل ده. شوف عملت اوبريتنج انكم كام؟ ها ماينس 100. شفت الفرق ازاي شديد في الطريقه دي ما بين الطريقه دي والطريقه دي؟ علشان كده احنا بنركز بس لحد الحته بتاعت الايه؟ ثروبوت مارجن، لحد هنا، ونبدا ناخد الثروبوت مارجن بتاع اكتر منتج بيكسب. اتفقنا؟ تعالوا نشوف تحت ايه اللي هيحصل. بص بقى to determine the most profitable use of a bottleneck operation، عشان تقدر
تطلع بأكبر استفادة من عملية عنق الزجاجة دي أو من العملية الإنتاجية اللي فيها مشكلة. حضرتك المانجر هنا نيكست، بعد كده كالكليت ثروبوت مارجن بير يونت اوف ايه؟ تايم سبنت ان كونسترين. خلي بالك من الحته دي، عشان كده هو هيقلب الموضوع تماما. قال لك ايه؟ ثروبوت مارجن بير يونت، وما تقولش بير يونت وتسكت، تقول بير يونت اوف تايم سبنت ان كونسترين. معناه ايه الكلام ده؟ معناه مثلا لو حضرتك العمليه الانتاجيه اللي انت شغال عليها دي متاح فيها 100 متاح فيها مثلا 8 ساعات في اليوم بس، فده التايم الكونسترين اللي عندك، ما عندكش الا 8 ساعات. طيب انا عندي منتج، اليونت الواحده من المنتج ده بتكسب $30، كويس، ومنتج تاني اليونت التانيه بتكسب منه مثلا $20، فانت بديهي هتقول اليونت اللي بيكسب $30 في البر يونت ده كويس جدا هبدا بيه. وبعدين لكن لو ركزت بقى في التفاصيل اكتر شويه، هتلاقي اليونت اللي بتكسب $30 دي بتقعد على المكنه 3 ساعات، يبقى اذا بتستهلك 3 ساعات من الماكينه اللي فيها مشكله عندنا دي، وبالتالي مكسب الساعه بقى $10، صح؟ بينما المنتج التاني اللي بيكسب $20 باليونت بيقعد على المكنه ديت كام؟ بيقعد ساعه واحده بس. يعني اذا الساعه واحده المستغله في المكنه دي على اليونت اللي بيكسب $20 هتكسب فيها احسن من اليونت اللي بيكسب $30. يبقى اذا المقارنه هنا مش كونتريبيوشن مارجن او ثروبوت مارجن بير يونت، لا، ثروبوت مارجن بير يونت اوف تايم سبنت ان كونسترين. يبقى حضرتك دلوقتي بتبص وكانك عايز تشوف المنتج ده بيكسب قد ايه في الساعه الواحده المتاحه ليك على الماكينه اللي فيها المشكله او البطيئه دي، اتفقنا؟ عشان كده بيقول لك اهو profitability is maximized by keeping bottleneck operation busy، انك تخلي على طول البوتلنيك اوبريشن دي بيزي، مشغوله، مشغوله بايه؟ with the product with the highest contribution margin، وما تسكتش، تكمل تقول ايه؟ ها؟ per unit of time. when there are multiple product، لما تكون حضرتك شغال في اكتر من product، يبقى هتعمل ايه هنا؟ تختار اني واحد فيهم. قال لك the critical factor in determining the optimal product mix، عامل حساس قوي، critical factors، وانت بتdetermine the optimal product mix او product mix الامثل بالنسبه لك is a not which product is most profitable in term of absolute throughput margin، مش اكتر منتج اهو، not which product is most profitable، وانت بتتكلم عن القيمه المطلقه بتاعه throughput margin، بيكسب $10 بيكسب $50، لا مش كده، انما ايه؟ ها but which one has the highest throughput margin per a per hour. يبقى ممكن يكون منتج بيكسب كويس جدا ولكن بياخد ساعات كتير على المكنه، ممكن يكون منتج مكسبه اقل بس بياخد ساعات قليله على المكنه، فده يبقى بيخلي الساعه تكسب اكتر ما هي هتكسب في المنتج التاني، اتفقنا يا جماعه؟ الحته دي مهمه قوي، وهو ان حضرتك تقول ثروبوت مارجن بير اور، ثروبوت مارجن بير يونت اوف تايم، اتفقنا؟ تعال ناخد مثال على الكلام ده. Using the same data في الاكزامبل اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، under the current setup في البروسيس اللي ماشيه دلوقتي، the unit spent 5 hours in manufacturing process، اليونت اللي احنا خدنا الداتا بتاعتها من شويه دي بتقعد 5 ساعات في العمليه التصنيعيه بتاعتنا. وبالتالي احنا بنبيع اليونت دي ب $100 والماتيريال كوست اللي هي السوبر فاريبل كوست كام؟ 10، يبقى ثروبوت مارجن 90. ما تروحش تقول لي ثروبوت مارجن هنا 90 يبقى انا هاخد المنتج ده عشان بيكسب 90، لا مش كده، ده انا هروح اشوفه بياخد قد ايه من الكونسترين تايم، من الوقت المحدود اللي عندي 5 ساعات، ده على كده ثروبوت مارجن بير اور كام؟ $18. يبقى انا لما اجي اقارن اقول المنتج ده الساعه بتاعته على المكنه بتكسب 18، المنتج التاني الساعه بتاعته على المكنه بتكسب 15، لا يبقى انا هاخد اللي بيكسب 18. فهمتوا الفكره يا جماعه؟ يبقى ما اروحش اقول بالابسولوت فاليو بتاعت الثروبوت مارجن، لا اروح اشوف الثروبوت مارجن بير اور او بير يونت اوف كونسترين، اتفقنا؟ فبيقول لك اهو to drive the most profitable product mix، وعشان اوصل لافضل product mix given finite resource، finite resource يعني موارد محدوده اللي هم كام ساعه اللي موجودين ليك في المكنه دي، وبالتالي customer demand must be taken into account. حلو قوي الحته دي، ما هو مش عشان انا عندي منتج بيكسب اكتر مكسب ان انا اقعد انتجه واخلص الساعات المتاحه اللي عندي كلها فيه، لا لازم تاخد في اعتبارك حاجه اسمها الايه؟ الكاستمر ديماند، طلب العميل على المنتج بتاعك. يعني افرض ان اكتر منتج بيكسب الحلو الجميل ده معلهوش طلب، يبقى مش هنتجه،
فهمت الفكرة؟ يبقى لازم حضرتك وانت بتحط البرودكت ميكس تاخد في اعتبارك الكاستمر ديماند على المنتج بتاعك. ليه بقى؟ لانه قال لك ذا افيلابل تايم ان ذا بوتل نيك اوبريشن، الوقت المتاح ليك از فيرست، في البدايه كده ديفوتد، هيوجه او هيخصص تو ذا برودكت وذ ذا هايست ثروبوت مارجن بير اور. طبعا بس بشرط يكون عليه طلب في السوق. ذن اخلصه وثم بعد كده تو اذر برودكت ان ديسيدنج اوردر، في ترتيب ايه؟ تنازلي. until the company is unusable unable to meet additional demand، لحد ما تقدر خلاص الشركه مش قادره تميت الايه؟ الاديشنال ديماند. اتفقنا؟ طيب تعال نشوف مثال على الكلام الجميل ده. بيقول لك اهو افيرم سيل 3 برودكت، شركه بتبيع 3 منتجات A و B and C with throughput margin per hour، الراجل كتر خيره حسب throughput margin per ايه؟ per hour. اهو اول واحد بيكسب $18 بير اور، تاني واحد بيكسب 15، تالت واحد بيكسب 12 ريسبكتيفلي على التوالي. يعني ده ايه؟ يعني ده بي، يعني ده سي. كلام جميل. طبعا انت دلوقتي بتقول انا فورا هبدا باكتر منتج بيبدا اللي هو 18، ثم اخلص انتاجه وبعدين اخش على 15، ثم اخلص انتاجه واشوف انا اصلا باقي عندي وقت ولا لا، ثم اخش على اللي ب 12. هقول لك كلام جميل، بس ما تنساش تاخد في اعتبارك الكاستمر ديماند. اتفقنا؟ او الطلب على المنتج بتاعك في السوق. بيقول لك برودكت A spend 5 hour in the bottleneck، برودكت A بياخد 5 ساعات في عنق الزجاجة بتاعتنا دي او في العملية اللي فيها المشكلة. برودكت B بياخد 5 ساعات برضو، برودكت B spend 5 hours in the bottleneck and برودكت C spend 4 hours in the bottleneck. The firm has determined that، خلي بالك بقى الكاستمر ديماند اهو، ان انا اتكنسل تقدر تبيع 10 يونت في A، 8 يونت في B، 6 يونت في C. يبقى لازم انا ابدا الاول بايه؟ اخلص ال 10 يونت اللي مطلوبين مني، اتبقى عندي وقت في البوتل نيك ديت اشغل ال 8، اتبقى عندي وقت اخش على ال 6. The firm has total 100 hour available، احنا ما عندناش الا 100 ساعه بس متاحين. طب نعمل ايه؟ قال لك تعالى كده نخلي ال 100 ساعه دول مشغولين باكتر منتجات بتكسب، فعايزين نعمل برودكت ميكس يحقق لنا افضل بروفيتابيلتي. فجأة قال لك اهو اورز افيلابل، اول حاجه كده انت معاك 100 ساعه، هتبدا تاخد هايست ثروبوت مارجن اللي هو اعلى ثروبوت مارجن اللي هو منتج رقم اي. طيب هتبيع من ايه كام يونت؟ الديماند ان يونتس كام؟ ها 10. كل يونت بتاخد كام اورز بير يونت ان ذا بوتل نيك؟ بتاخد 5، يبقى 10 في 5 ب 50، يبقى حضرتك استهلكت من ال 100 دول كام؟ 50. والريمينينج او المتبقي عندك كام؟ 50. تفتح بيهم على المنتج الثاني اللي هو الثكند هايست ثروبوت مارجن، منتج رقم بي. ادي ال 50 المتاحين عندي اهو. انا الديماند بتاعي كام يونت؟ 8. بياخد كام يونت؟ قال لك بياخد 5 اورز اهو. طيب 5 في 8 ب 40، يبقى انا استعملت من ال 50 دول كام؟ 40. متبقي معايا 10، افتح بيهم عند الثيرد هايست كونتريبيوشن ثروبوت مارجن اللي هو رقم سي. ادي ال 10 اورز المتاحين. طيب انا عندي الديماند كام من ده؟ 6. بياخد كام ساعة على الماكينة عندي؟ قال لك بياخد 4 ساعات بس اهو. طيب يبقى 4 في 6 ب 24، يبقى انت عندك ماينس 14. خدت بالك من ماينس 14 دي؟ انت اصلا ما عندكش وقت كافي ان انت تخلص منتج سي. عشان كده بيقول لك اهو ذا فيرم ويل فورجو، فورجو يعني هيضيع عليها سام سيلز اوف برودكت سي to focus on products that are more profitable. يبقى انا عشان ركزت على المنتجات اللي هي more profitable ضاع علي شوية منتجات من منتج سي مش هقدر ابيعهم. ولكن كده انا اقدر اقول لك ان انت وصلت لاحسن product mix تشغل فيه الطاقة الانتاجية المحدودة اللي عندك دي، اللي هم البوتل نيك او الكونسترين اللي هم ال 100 ساعة اللي بالنسبة لك. اتفقنا كده؟ الخطوة الثالثة بقى، ياه ده احنا نسينا الخطوات، احنا اصلا عندنا كام خطوة يا جماعة؟ ها 5 خطوات فاكرينهم؟ أول خطوة كانت determine the constraint أو identification of constraint، تعرفها هي فين. تاني خطوة كانت إيه لو تفتكروا؟ ها determine the most profitable product mix، إن أنت تحدد أحسن mix تشغله في الكونسترين، وهي دي الخطوة اللي خدت مننا الوقت الطويل اللي فات ده. نخش بقى على الخطوة الثالثة اللي هي maximize the flow through the constraint. بص بقى مبدئيا كده انا الكونسترين دي عامله لي مشكله بطيئه وعامله مشكله في بقيه العمليه الانتاجيه اللي قبلها واللي بعدها.
خلاص انا لحد ما احلها انا بس عايزها دلوقتي تفضل دايما مشغوله ودايما يكون فيها انتاج، مش هي تبقى عامله مشكله وواقفه كمان مش شغاله. فاضمنوا لي دايما ان هي تكون ايه شغاله. عشان كده انا عايز ايه اماكسمايز الفلو، اكبر او اعظم تدفق المنتجات خلال المرحله الانتاجيه دي. عشان كده بيقول لك اهو برودكشن فلو ثرو كونسترين از مانجد يوزنج حاجه اسمها سيستم اسمه ايه درام بافر لوب، دي بي ار سيستم. تعالى بينا كده واحده واحده نفهم يعني ايه درام وبافر لوب. بص علشان ما تسرحش بالمصطلحات بتاعتها، هي ليها مصطلح او ترجمه حرفيه وليها مصطلح كويس هيشتغل معانا. درام يعني ايه يا جماعه؟ درام يعني طبله، مش كده؟ عارفين الطبله اللي هي بتطبل دي؟ درام يعني طبله. طب انا ايه اللي جاب الطبله هنا عندي؟ قال لك هنا ما اقصدش بيها طبله كطبله، انا اقصد الايقاع، البيز بتاع العمليه الانتاجيه. عارف انت لما تكون بتسمع مزيكا يكون فيها بيز عالي، ها، وتقعد تعمل دون 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 دون، ده اسمه الايه؟ الايقاع. انا عايز الايقاع بتاع العمليه الانتاجيه كلها يكون هو نفس الايقاع بتاع المرحله البطيئه دي، يعني كلنا هنشتغل بنفس السرعه بتاعتها. طب ليه هنعمل كده؟ علشان نتجنب ان كل العمليات الانتاجيه اللي قبلها تضغط عليها فالوركينج بروسيس يتراكم، فيحصل له بقى ان هو اوبسيلينس يبوظ او يترمي او الكلام ده كله. فانا عايز اول حاجه كده في القصه بتاعت الدرام دي ان انا امشي العمليه الانتاجيه بالايقاع بتاع العمليه الانتاجيه البطيئه بتاعتنا. عشان كده بيقول لك اهو ذا درام اي ذا بيت اللي هو الايقاع to which production process marche، هو الايقاع اللي هتمشي بيه العمليه الانتاجيه. is a the bottleneck operation، يعني اذا البوتلنيك اوبريشن هتمشي العمليه الانتاجيه كلها بنفس سرعتها. the constraint العمليه الانتاجيه اللي فيها العقبه دي او القيد ده هتعمل ايه؟ set the base، هتحط الايه البيز او الايقاع او السرعه اللي هتمشي بيها for the entire process. طيب فهمنا يعني ايه درام. ايه البافر ده؟ عارفين يعني ايه بافرنج؟ بافر يعني تراكم، صح؟ عارف انت لما تكون بتتفرج على فيديو على اليوتيوب وتلاقي المؤشر بتاع الفيديو اللي بيحمل الفيديو تحت كده محمل شويه دقائق صغيره قدام ما انت بتتفرج لسه، فتلاقي مثلا لو الانترنت فصل عليك كده وانت بتتفرج هتلاقي لسه في كام دقيقه شغالين. ليه بقى؟ لانه عمل لك بافرنج، حوشهم لك. فهمت؟ فاحنا دلوقتي عايزين نعمل بافر للعمليه الانتاجيه بتاعتنا دي، وهو ان انا دايما اخلي فيه ويب جاهز قبلها علشان يدخل يشتغل فيها. فدايما الراجل اللي شغال في البوتل نيك ده عنده انبوتس داخلاله من المراحل الانتاجيه اللي قبله. عشان كده بيقول لك اهو ذا بافر از ايه ا مينيمال اماونت اوف وركينج بروسيس، هو الحد الادنى من الويب انبوت يدخل جوه الايه تو ذا درام عشان يخش جوه الايقاع بتاعنا. ذات از مينتيند، وهحافظ عليه دايما ليه؟ تو انشور ذات اولويز ان اوبريشن، عشان اتاكد ان هي دايما شغاله. يبقى دايما اكون محوش لها شويه ايه باك اب صغيرين شغالين قبلها. اتفقنا؟ طيب ده البافرنج بتاعنا. ايه الروب ده؟ روب يعني ايه يا جماعه؟ روب يعني حبل. تقصد ايه يا عم بالحبل ده؟ قال لك ما هو انا عايز اللي يسحب يشد منها المنتج كده. تخيل انت بتشد المنتج اللي طالع منها بالحبل كده، ان انت تشد منها المنتج دوت الى العمليات التاليه اللي بعدها. فعشان كده هو بيقول لك ذا روب از ايه سيكونس، التتابع او التعاقب اوف اكتيفيتي بريسيدنج السابقه ليها بقى او التاليه ليها بعد كده، اند انكلودنج ذا بوتل نيك اوبريشن ذات ماست بي كوردينيتد، والموضوع ده لازم يتنسق بشده، وهو ان اللي داخل لها واللي خارج منها يبقى فيه تنسيق كده علشان نتجنب حاجه مهمه قوي، وهي ايه؟ تو افويد انفنتوري بيلت اب، تراكم المخزون. يعني ما تجيش انت تضغط على العمليه الانتاجيه دي بالكامل فتكون لها مخزون شديد قبلها، او هي تيجي تطلع للي بعدها فتطلع مخزون قليل. يبقى احنا دلوقتي عايزين نوازن العمليه بتاعت الانفنتوري قبلها والانفنتوري ايه بعدها. فهمت الفكره؟ لو احنا مشينا بالسايكل دي او بالكونسبت ده او بالسيستم ده، هنلاقي ان احنا حافظنا على ان دايما الكونسترين دي ايه مشغوله باوبريشن معينه. اتفقنا؟ او مشغوله ببرودكت معينه شغاله فيها بطريقه منظمه وكويسه. طيب الخطوه بقى الرابعه بيقول لك ايه في الخطوه الرابعه دي؟ increase capacity at the constraint، عايزين نزود الكاباسيتي بقى.
احنا زهقنا من كتر ما احنا عمالين نعالجها على الشورت ران، عايزين لها حل، عايزين نزود الطاقة الانتاجية بتاعتها عشان نخلص منها. فبيقول لك ايه، ان ذا شورت ران في الاجل القصير ثيوري اوف كونسترين انكروج مانجر تو ميك ذا بيست يوز اوف بوتل نيك اوبريشن. كلام جميل، احنا في الشورت ران شجعنا المديرين ان هو يطلع ذا بيست يوز اوف بوتل نيك اوبريشن، افضل استخدام ليها. وطب ما ده شفناه في الخطوه ستيب 2 وستيب 3. ولكن بقى في الميديم ران، ذا ميديم تيرم ستيب على الاجل المتوسط بقى فور امبروفنج ذا بروسيس از تو انكريز ذا بوتل نيك اوبريشن كاباسيتي. لازم بقى ايه، نوسع القصه بتاعت الطاقه الانتاجيه المحدوده دي، نجيب عمال اكتر وندربهم، نجيب ماكينه بتكنولوجيا اعلى، نشوف حل يعني. ستيب 5 بقى دي على اللونج ران. فجي بيقول لك ري ديزاين ذا مانيفاكتشرنج بروسيس فور جريتر فلكسبيليتي اند سبيد. بعد ما عملت حلول قصيره الاجل ومتوسطه الاجل ومشيت الدنيا علشان ما تعطلش، ابدا بقى فكر في حل على اللونج ران. فبيقول لك ذا لونج تيرم سوليوشنز، الحل طويل الاجل، از تو ري انجينير ذا انتاير بروسيس. يعني ايه يا عم ري انجينير ذا انتاير بروسيس؟ يعني تجيب العمليه الانتاجيه دي وتعمل لها اعاده هندسه من الاول، وتبدا تشوف المشكله الموجوده فين وتحلها حل جذري. The firm should take advantage of new technology، تاخد مميزات التكنولوجيا الجديدة. Product line requiring too much effort should be dropped. دروبت يعني تسيبك منها او تسقطها، تبطل تشتغل فيها. يعني المنتج اللي انت بتنتجه ده بياخد منك وقت ومجهود كبير، سيبك منه ما تنتجوش. شوف بعمل عملية ريديزاين للاوريشن. ايه تاني؟ And the remaining products، وبقية المنتجات اللي موجودة should be redesigned، يتعمل لها اعادة تصميم. تو ايز، علشان اسهل المانيفاكتشرنج بروسيس. وبالتالي في القصه دي حضرتك هتكون محتاج حاجه مهمه قوي اسمها ايه؟ فاليو انجينيرنج. فاليو انجينيرنج ده موضوع كبير هنتكلم عنه ان شاء الله في محاضره جايه، وهو ان حضرتك تمسك البروسيس فاليو اناليسيز او العمليه الانتاجيه بتاعتك وتعمل لها فاليو اناليسيز، تشوف مين اللي بياد فاليو للمنتج ومين اللي مش بياد فاليو للمنتج من العمليات الانتاجيه اللي عندك. اسمها value engineering is useful for this A purpose because it explicitly، صراحة كده هتعمل لك balances the product cost and the needs of a potential customer او the product function. يبقى دلوقتي هتعمل لك عملية موازنة ما بين the product cost، تكلفة المنتج، والneeds of potential customer، احتياجات العميل. اتفقنا؟ واضحة الحتة دي؟ كده احنا تقريبا خلصنا خلاص الثيوري اوف كونسترين، محتاجين بس ناخد مثال شامل عليها. خلي بالك ده مثال شامل هيشمل الخمس خطوات كلهم اهو، ستيب 1 ستيب 2، بعدين هتلاقي عندك تحت اهو ستيب 3 ستيب 4 ستيب 5. تعالوا واحده واحده كده مع بعض ندردش في المثال ده ونقراه، هنلاقيه سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. احنا طبعا عارفين الخمس خطوات بتوعنا، هنبدا اهو اول حاجه بستيب 1، هحكي لك قصه او هحكي لك كيس عمليه في مكان معين ونبدا نطبق عليها الخمس خطوات بتوعنا. اول حاجه هو بيقول لك A company makes three products، شركه بتصنع كم منتج؟ ثلاث منتجات. ايه هم الثلاث منتجات دول؟ An airborne radar، رادار جوي يونت. وايه تاني؟ Sea going sonar، سونار بيشتغل في البحر. And ground sonar يونت، وسونار بيشتغل في الارض. يبقى انت عندك كم منتج دلوقتي؟ ثلاثه، اللي هو الايربورن رادار وسي جوينج سونار وجراوند سونار. Under the current setup، على طبيعة الوضع الحالي للماكينات اللي عندنا، the hours spent by each product in the two phases of manufacturing process are as follow. عندك كم manufacturing process؟ two phases، مرحلتين انتاجيتين، واحدة اسمها مرحلة الاسمبلي التجميع، ومرحلة ثانية اسمها مرحلة التستنج او الاختبار. وادي التلات منتجات بتوعنا، الرادار بياخد هنا 3 ساعات، بياخد هنا 4 ساعات، السونار بياخد هنا 8 ساعات، بياخد هنا 10 ساعات، الجراوند سونار بياخد هنا 5 ساعات وهنا 5 ساعات. كلام جميل. بيقول لك هنا ذا كمباني هاز 150 اورز افيلابل افري مانث فور تيستينج. الناس بتوع التيستينج دول ما عندناش خلال الشهر كله متاح الا 150 ساعه بس. وبالتالي under the current setup therefore the testing phase is the constraint. يبقى انت حددت هنا ان الكونسترين هي دي البوتل نيك اوبريشن. عرفتها ازاي؟ لان الريسورس بتاعتها محدوده شويه، وهو ان انا ما عنديش فيها الا 150 ساعه بس. طيب الحمد لله حددنا اول خطوه عندنا وهي ايدنتيفاي ذا كونسترين اللي هي مرحله التستنج. ندخل على تاني خطوه ستيب 2، ديتيرمين ذا موست بروفيتبل برودكت ميكس جيفين ذا كونسترين. هطلع احسن ميكس عندي يحقق لي بروفيت. عشان كده بيقول لك ذا كامباني كالكليت ثرو بوت مارجن. فاكرين الثرو بوت مارجن
اللي هو كان عباره عن السيلز برايس ناقص الدايركت ماتيريال بس اللي هي السوبر فاريبل كوست. The company calculates the throughput margin on each product and divides by the hours spent in testing. واقسمه على عدد الايه؟ الساعات. تعال نشوف. الرادار بيتباع ب 200,000 دولار بياخد ماتيريال كوست 100,000 يبقى الثروبوت مارجن بتاعه 100. بياخد معايا 4 ساعات اهو في التستنج يبقى هقسم هنا اهو على 4 ساعات يطلع لي ثروبوت مارجن بر ايه؟ بر اور. خلي بالك اهو مش بر يونت، ده اللي بر يونت اللي هو للرادار الواحد ال 100، ولكن بر اور للساعه 25 دولار، 25,000 دولار. تعال نشوف السي جونج سونار. بيقول لك اهو برايس 600,000 ولكن بياخد ماتريال ب 400، فعامل لي ثروبوت مارجن بكام؟ ها ب 200,000. ولكن بياخد كام ساعه في التستنج؟ بياخد 10 ساعات في التستنج. ادي ال 10 ساعات اهم، يبقى بيطلع لي ثروبوت مارجن بير اور للساعه الواحده كام؟ 20,000. طيب الجراوند سونار بنبيعه ب 300,000 بياخد ماتريال ب 250,000، يبقى هيطلع لي ثروبوت مارجن كام؟ 50,000 بير يونت. اخده اقسمه على عدد الاورز اهو، بياخد معايا 5 اورز اهو في التستنج، يطلع الثروبوت مارجن بير اور كام؟ 10,000. طبعا دلوقتي انت تقريبا جمعت ايه اللي هيحصل خلاص، بس عايزك تخلي بالك من حاجه. شايف السي جوينج سونار ده بيكسب في اليونت الواحده 200,000، فده اعلاهم مكسب صح، ولكن بياخد ساعات ايه اكتر، فطلع ايه في المرتبه الثانيه بعد الايه الرادار، بيكسب في الساعه 20,000. وهنا الرادار مع انه مكسبه قليل اقل من السونار دوت، بياخد بيعمل 100,000 بس باليونت، ولكن بياخد 4 ساعات بس، فمكسب يحقق لك مكسب للساعه كام؟ 25,000 دولار. يبقى دلوقتي هتبدا بالترتيب بتاعك ده، هتاخد الرادار الاول لانه اعلى مكسب في الساعه، ثم السي جوينج سونار لانه ثاني مكسب في الساعه، ثم الجراوند سونار لانه ثالث مكسب في الساعه. تعال نكمل قرايه. To drive the most profitable product mix given finite resource، وعلشان حضرتك تقدر توصل لأحسن mix يعمل لك profit بالfinite resource، finite resource يعني موارد محدودة وهي ال 150 ساعة testing بس، لازم حضرتك تاخد ال customer demand must be taken into account، لازم تاخده معاك في الحسبان. وبالتالي the company has determined that it can sell 12 unit of radar، 6 يونت سي جوينج سونار، 22 يونتس اوف جراوند سونار. يبقى ده كده الكاستمر ديماند على المنتج بتاعي في السوق، لازم اخده معايا في الاعتبار. كلام جميل. بيقول لك اهو the available time in the bottleneck operation is first devoted، هيتخصص في الاول to the product with the highest throughput margin اللي هو ثروبوت مارجن، وبالتالي then in descending order وبعد كده بترتيب تنازلي until the company is unable to meet demand، لحد الشركة ما تبقى مش قادرة تحقق الديماند على المنتج بتاعها. تعال نشوف هيعملها ازاي. اهو عندك hours available 150 ساعة، هتبدأ بالرادار. الرادار بيقول لك ان حضرتك هتنتج 12 يونت زي الديماند اللي موجود عندك على اليونت، اليونت بتاخد 4 ساعات، يبقى حضرتك استهلكت 48 ساعة، وباقي عندك كام؟ 102. تاخد ال 102 تفتح بيهم اهم، هتنتج 6 يونت بس لان ده الديماند في المنتج بتاعك في السوق. اليونت الواحده بتاخد 10، يبقى استهلكت كمان 60، يبقى باقي عندي 42. اخدهم افتح بيهم بدايه هنا، مطلوب مني 22 يونت جراوند سونار في 5 ساعات لليونت الواحده، يبقى انا محتاج 110 ساعه، يبقى حضرتك عندك ديفكت او عندك عجز بكام؟ في 68 ساعه. عشان كده هو بيقول لك applying the principle of theory of constraint، انك تطبق مبادئ theory of constraint، the company will forgo، هيروح عليها some sales، هيضيع عليها شويه مبيعات من الايه؟ من الجراوند سونار، لان ما عندكش وقت كافي تنتج، عندك عجز ب 68 ساعه. In favor of، وده في مصلحة البرودكت ذات ايه؟ more profitable given the current constraint، والكلام ده تم علشان اقدر اخلص من المنتجات اللي بتكسب اكتر في الاول. اتفقنا؟ طيب نخش بعد كده بقى على المرحلة الثالثة. Step 3 maximize the flow through the bottleneck operation. بيقول لك اهو the company will apply drum buffer loop system، الشركه هتطبق نظام الدرام والبفر والروب سيستم علشان تضمن دايما ان العمليه الانتاجيه تكون ماشيه بنفس الايقاع بتاع العمليه البطيئه، وبالتالي تجهز لها شويه بفر معينه وتشغل السيستم to ensure that bottleneck operation stay busy
اون هايست ثروبوت مارجن برودكت، في اعلى منتجات ثروبوت مارجن، وايل كيبنج وركينج بروسيس انفنتوري تو اي مينيمم. الله، اهو بقى الحته دي هي اللي خاصه بالايه، بالبافرنج، ان انا اخلي الويب دايما ايه مينيمم، علشان ما تجيش العمليات الانتاجيه اللي قبلها تخلص الانتاج تحت التشغيل بتاعها وتدخله على العمليه البطيئه دي فتضغط عليها الانتاج تحت التشغيل. لا، انا عايزه مينيمم على قد اللي شغالها بس. ستيب 4 increase capacity at the bottleneck operation. الشركة هنا هتعمل ايه؟ The company will hire، هتعين and train، تدرب more employee for testing department. هنعين موظفين يشتغلوا في قسم التستنج وندرب كويس. طيب step 5 الخطوة الأخيرة والخامسة، redesign the manufacturing process for greater flexibility and change. هنبدأ بقى نعمل redesign للmanufacturing process. فبيقول لك اهو، ذا كمباني ويل اكزامين، الشركه هتفحص اتس ماركت، هتركز في السوق بتاعها كويس تفحصه، اند نيو مانيفاكتشرنج تكنولوجي، هل في تكنولوجيا حديثه نزلت ولا حاجه، تو ديتيرمن، عشان احدد بقى ويتش برودكت ات وونت تو كونتينيو سيلينج، ايه المنتجات اللي هكمل في بيعها، هويزر تو اد نيو وانس، هضيف منتجات جديده، اند هويزر تو ريتول ذا برودكشن لاين، او هعمل ريتول، ريتول يعني اعمل تولز جديده او ادخل الات ومعدات جديده على خط الانتاج بتاعي. اتفقنا يا جماعه؟ تالي موضوع سهل وبسيط، قصة سهلة. ادتك دلوقتي افكار كويسة جدا ان انت لما يكون عندك كونسترين او عنق زجاجة معين تبدأ تتعامل معاه بالترتيب كده، تعرفه وبعدين تخليه دايما مشغول باكتر منتج بيكسب، وبعدين تحافظ عليه دايما ان هو يكون مشغول، ثم تبدأ تفكر في تطوره او تلغيه ازاي. بتهيألي كان الموضوع سهل بسيط مفهوش مشكلة، كانت زي حكاية جميلة كده، اتمنى تكون فهمناها كويس، ونبدأ دلوقتي نحل عليها اسئلة علشان نتأكد ان احنا فهمناها صح. واشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.